Okay.
كمال سبيري مدير المهرجان الدولي للفنون الشعبيه الدوره الثانيه المقام بتردات. كتنظم الجمعيه المغربيه للدراسات الثقافيه والفنون الشعبيه بشراكه مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه ووزاره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره فعاليه الدوره الثانيه من المهرجان الدولي للفنون الشعبيه. كتروم هذه الدوره اللي هي الدوره الثانيه لتسليط الضوء على الحدث الابرز خلال هذه السنه الجاريه باقرار السنه الامازيغيه يوم عطله رسميه ومؤدى عنها من قبل جلاله الملك محمد السادس نصره الله. وكتميز فعاليات ديال هذه الدوره بمشاركات وطنيه ودوليه نوعيه اللي كتجسدها مجموعات فنيه وغنائيه من كل من مدينه تارودانت اكادير الاصل المتوسط زاغورا والى جانب فرق دوليه من اسبانيا والقبائل الدوليه ولبنان ايضا. والهدف ديال هذا المهرجان الدولي هو اذكاء الثقافات الشعبيه داخل التراب المغربي وتقريب اللحمه ما بين الشعب وما بين الثقافات والعرش ايضا من خلال تتمين الموروث الثقافي المغربي وجعله ذات طبيعه دوليه انطلاقا من مدينه تارودانت. الدوره الاولى تنجمت الدوره الثانيه كيفاش كانت؟ كان كيف سبق وخبرت بان هذا المهرجان هذا هو تثمين التراث اللامادي المغربي من خلال الاحتفال بالثقافات المغربيه باختلاف تلاوينها. السنه الماضيه احتفلنا بالتراث اليهودي داخل المكون المغربي وهاد السنه هذه كنحتفلوا بالتراث الامازيغي داخل المكون المغربي وسنه اخرى ان شاء الله غادي نحتفلوا بتراث اخر داخل اللي كيكون لنا المكون الثقافي المغربي. واللي كنحاولوا ناكدوا عليه هو ان الثقافات المغربيه بتعدد تلاوينها كتبقى ثقافات مغربيه محضه. الله يحفظك. اللي كان مزيغن علاج قد نسول تزمن يلد ماشي إيميك السميك راد نسمغور إيزورنا إيزورنا إيمازيغن كان ليين تزمن تودا في تمزيك تودا في كلاي تمزيك نلا أولان إلاني أنيني تنمت نون تنمت مدن تردنت فتغريتات فتزمي لي غيت فتات أداون نمل أم أمريكا أمريكا أزيكو بحرا انتكزيك انتكناليين تنمت تنمت نون تنمت نون. أشنو رأيكم؟ راه المغرب عنده واحد الامتداد رائع جدا في افريقيا وفي ايضا الجزر الكناريا وكذلك في جميع الجزر وفي اسبانيا ايضا فتحيه لمزيغ اين غلان غيم كل العالم. فاليسيا فاليسا فاليسا سيو بلي فوالا انكانتا سي مروان تفضل دكتور مروان باش يترجم لنا شويه شنو غتقول هاد الرائعه. Sí. Nada más queríamos marchar sin antes darle las gracias nuevamente a la organización por invitarnos en este festival y darle un obsequio, un detalle por habernos traído y haber estado con ustedes. Un placer. وهكذا كنوصلوا بهذا نصل الى نهايه عرضنا ونتقدم بالشكر الجزيل من جديد للمنظمين على مجهوداتهم لاحياء الموروث الثقافي والفنون الشعبيه ولا نريد ان نغادر المنصه قبل ان نعطي هديه للمنظمين باسم جزيره لاغوميرا وباسم تشاكاراسي تامبوريس غارافوناي. هناك هدية للسيد وهبي ستقدم اللحظة وسيتفضل الدكتور كمال مدير هذه الدورة. دكتور كمال مرحبا بك أي زنك تنيرتنك هناك هدايا متبادلة. دكتور كمال تفضل. دكتور كمال تفضل. دكتور كمال مدير الدورة تشفقت على دكتور كمال هدية من هذه المجموعة الرائعة ل سي وهبي وينوب عنه سي كمال مدير الدورة. وهناك أيضا هدية من تارودانت للمجموعة. أن تروفي بور لو جروب دو تارودانت. كمال سي كمال سيسلم هدية أيضا عرضه امتنان ومحبة. تروفي خاص بالمدينة وبالإقليم وبالمهرجان. مهرجان الدولي للفنون الشعبية. كمال برافو. تشفقتكم.
وشنو رايكم نصلوا على النبي باش نعبروا لهم كمغاربه اننا كنحبوا هذا البلد الرائع. يلا 3 2 1 صلاه وسلام. غريب ما شاء الله عليكم. شكرا كمال، شكرا دكتور، شكرا للمجموعه اوفوا، والى الملتقى. تمتعوا بجمال المغرب وعاشت العلاقات المغربيه الاسبانيه.